يعني بغينا نعرفوا شنو هو السر اللي يخرج المحامي ديال بولشين بزعه وحيده من القاعه. يفسره كما قلت وبصوت مرفوع، انه الخوف من سماع مرافعات دفاع المطالبات بحق المدني. تصوروا معي، بمجرد ان دخلنا الجلسه تقدموا بملتمس يرمي الى رفض منحنا الكلمه، على اعتبار ان الفصل 827 ينص على ان المطالب حق مدني ما يتدخل وليس دفاعه. قلنا لهم هذا تفسير ان المطالب بالحق المدني شخصيا هو اللي يتدخل، لا اساس له لا في قانون المسترجين، لان الفصل 306 كيقول كيتدخل المطالب حق مدني ولم يقل دفاعه. وحنا في اطار النيابه ماشي في اطار المؤازره. للاسف المحكمه دارت قرار واضح بالسماح بالتعقيب لدفاع المطالبات بالحق المدني. بمجرد ان تناول كلمه الاستاذ كروت، خمس دقائق تدخل النقيب زيان وبدا يحتج على قرار المحكمه، وفوجئنا انه انسحب جميع الدفاع كان حاضرا. وحنا كنفسروا الا بالخوف، الخوف من سماع مرافعات دفاع المطالب بالحق المدني ولا سيما الاستاذ كروت، لانهم نقولها صراحه يعرفون، ماشي مجامله لصديقي وانا اعرفوه لان راه دكتور في حقوق وخبره، يخافون كما خافوا منا في الاول، يخافون من حجم المرافعات ديالهم القيمه ديالها وقوتها واساسها واساس ديالها. فجميع الدفاع انسحب جميع الدفاع، وهذا راه كيتعتبر مخالفه تاديبيه. ما محقناش قانونا نسحبوا بدون اذن المحكمه ويكون تواطؤ عن الانسحاب. وقلنا للمحكمه بالواضح نحن وصلنا الى مستوى التعقيب، لم يعد شيء، ما بقاش مجال الدعوه العموميه، ويجب على المحكمه ان تستمر في منحنا الكلمه وتعطي الكلمه للمتهم شخصيا. اذا كان دفاع المتهم الهدف ديالو هذه الخطوه الانسحاب اللي كنعتبروها غير قانونيه وكتشكل مخالفه تاديبيه، والمحكمه دارت محضر، لانه لا يجوز للمحامي ان ينسحب جماعه باش ما يساعدوش المحكمه. وقلنا للمحكمه يجب اتخاذ، كنلتمسوا من المحكمه يتعين اتخاذ قرار بمواصله تعقيب دفاع المطالبات بحق المدني وعدم. وهنا كما قال الزميل ديالي الاستاذ كروت، هناك فرار.